مرضعات النبي عليه الصلاة والسلام، منهن ثويبة مولاة أبي لهب، أرضعته أياما وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بلبن ابنها مسروح، وأرضعت معهما عمه حمزة رضي الله عنه، ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله، وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان رضي الله عنه، وأرضعته أمه آمنة يوما من الأيام وهو عند أمه حليمة، وكان حمزة رضي الله عنه رضيع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة السعدية.